تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فحياكم الله معانا في هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى إن شاء الله تكون مليئة بالمعلومة الصحية اللي نطلع فيها معاكم ونوصل لنمط الحياة الصحي اللي الكل ينشد إن شاء الله ويقينا من مختلف الأمراض. اليوم ما شاء الله يعني البرنامج طالع بلوك جديد، شايفين ثيمة جديدة للإذاعة ككل ولكل البرامج، فحياكم الله. السلام عليكم، صباح الخير والسعادة والحمد لله على السلامة، الله يسلمكم. طيب أرقام التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وأيضا موجودين لايف معاكم عبر حساب نور دبي على الانستغرام، فاللي حاب يتابعنا ويطلع على كل التفاصيل الخاصة بهذا البرنامج يعني ممكن تتواصلوا معنا عبر هذه الأرقام اللي ذكرناها. عموما مستمعينا بنذهب إلى فقرتنا الغذائية اليوم، نتحدث عن تغذية الأطفال الذين يعانون من ضعف النمو. معانا عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأخت هنادي حسني الغبيش، صح؟ مرحبا أستاذة هنادي. انزين اللي ما احمد يجهز لنا هنادي. انزين خلوني اقرا لكم هذه الدراسه. التطعيم المتكرر ضد الانفلونزا يخفف اعراض الاصابه بالفيروس بمعدل الضعف. دراسه اسبانيه حديثه افادت بان التطعيم المتكرر ضد الانفلونزا يخفف من شده اعراض الاصابه بالفيروس بمعدل الضعف ويقلل عدد مرات دخول كبار السن للمستشفى بسبب نزلات البرد. الدراسه اجراها باحثون بمعهد شؤون الصحه العامه في مدينه هذه اعتقد برشلونه، بس هي مكتوبه بنبلونه الاسبانيه، ما في مدينة اسمها بنبلونة. فيه سمعت انت عنها؟ لا، برشلونة، والبارحة ريال مدريد مغلوب بعد في آخر دقيقة. انزين عموما ركزت على رصد الآثار الجانبية التي تعود على كبار السن جراء التطعيم المتكرر ضد الإنفلونزا الموسمية لثلاث مواسم متتالية لدى مئات الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 65 عاما فما فوق. راجع الباحثون بيانات كبار السن الذين دخلوا 20 مستشفى في إسبانيا ما بين عام 2013 إلى 2014 لتحديد ما إذا كان التطعيم المتكرر يقلل من شدة أعراض الإنفلونزا. وجد الباحثون أن التطعيم المتكرر للإنفلونزا كان فعالا بمعدل الضعف في الوقاية من الأعراض الشديدة للإنفلونزا لدى الكبار بغض النظر عن موسم الإنفلونزا أو نوع الفيروس أو عمر المريض. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الإنفلونزا الموسمية تتسبب في 3 إلى 5 مليون حالة إصابة خطيرة كل عام حول العالم، وما يتجاوز نصف مليون حالة وفاة
علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة يعني تترتب على هذا الموضوع. يقول كل ما أخذ تطعيم الإنفلونزا تين إنفلونزا، لأن التطعيم عبارة عن الفيروس نفسه بس مخفف على أساس أن الجسم يتعرف على تركيبة هذا الفيروس. عموما سامحوني باخذ بس الفقرة التغذوية مع الأستاذة هنادي حسني الغبيش، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أختي هنادي. اليوم نتكلم عن توعية حول تغذية الأطفال الذين يعانون من ضعف النمو، فخبرينا شو عندك اليوم بخصوص هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والنور والسرور عليكم وعلينا إن شاء الله. بداية أود أن أتكلم عن دور التغذية المتوازنة في نمو وصحة الطفل في السنوات الأولى من العمر، من حيث دوره في النمو الذهني والحركي للطفل، وأيضا النمو في كلى الطول والوزن ومحيط الرأس. نعم. فإن هناك سوء تغذية عند الأطفال، فإذا كان هناك سوء تغذية عند الطفل أدى ذلك إلى تأخر في نمو الطفل في كلى الطول والوزن مقارنة مع أقرانه في الأطفال من نفس الفئة العمرية. قد يؤثر أيضا سوء التغذية على النمو الذهني للطفل وتحصيله العقلي والحركي، فنرى بعض الأطفال يتأخرون مثلا في المشي والكلام والجلوس مقارنة مع أقرانهم، هذه قد تكون مؤشر وعلامة من علامات سوء التغذية. إذا ضعف وتأخر النمو ليس مرض بحد ذاته، وإنما هو علامة من علامات سوء التغذية. هلا بالنسبة نيجي نتكلم عن أسباب ضعف النمو وسوء التغذية. هناك سببين، إما أن يكون عدم كفاية السعرات الحرارية المتناولة من قبل الطفل وذلك لأسباب عدة، أو يكون تناول سعرات حرارية كفاية وتغذية متوازنة ولكن عدم مقدرة الجسم الاستفادة من هذه السعرات الحرارية والتغذية التي تم تناولها من قبل الطفل. أول رح أتكلم عن عدم كفاية السعرات الحرارية المتناولة من قبل الطفل وأسبابها. بحب أنوه دائما لشغلة كتير مهمة دائما الأهالي ممكن يعملوها ويكون سبب من أسباب تأخر النمو عند الطفل، وهو التحضير الخاطئ لحليب الطفل. عدم اتباع الإرشادات المكتوبة على عبوة حليب الطفل، مثلا ممكن يكونوا كاتبين وضع 90 ملي من الماء وإضافة 3 معالق من حليب البودرة إلى 90 ملي. بعض الأهالي يقوموا بتخفيف الكمية، يضعوا مثلا معلقتين بدل إضافة 3 معالق، وبالتالي يقوموا بتخفيف السعرات الحرارية والمادة الغذائية في حليب الطفل، وبالتالي يؤثر على تناول الطفل على السعرات الكافية لنموه. وسبب ثاني، عدم إعطاء الطفل وجبات غذائية متوازنة ذات سعرات حرارية كافية والتركيز على مجموعة غذائية دون الأخرى، مثلا التركيز على النشويات مثلا باستمرار بعطوه بالرز السيريلاك العصائر الفاكهة، متجاهلين مثلا مجموعة الخضار والبروتينات. البروتينات بالمناسبة بالنسبة للطفل من عمر منذ الولادة لعمر 3 سنوات هي من العوامل المهمة لنمو الطفل، يعني تعمل على زيادة الطول ووزن الطفل في 3 سنوات الأولى. فإذا كان هناك في نقص بالبروتين المتناول من قبل الطفل أدى إلى ضعف في النمو وعلى الأخص الطول، أدى إلى تأثر طول الطفل. وأيضا هناك ممكن أن يكون قلة السعرات الحرارية المتناولة من قبل الطفل بسبب وضعه الصحي. بعض الأطفال بيعانوا من مرض التوحد، الشلل الدماغي، الشفة الأرنبية، العمليات الأيدية، كل هاي الأمراض قد تؤثر على قدرة الطفل على تناول سعرات حرارية كافية، بالتالي يؤثر هذا على نموه. وأيضا المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي مثل الارتجاع، مثلا الطفل بنولد ويستفرغ باستمرار بعد كل رضعة، هذا بسبب رخاوة في الصمام الموجود في المريء. مع نمو الطفل بيشتد هذا الصمام وممكن أن تنحل المشكلة، وإذا لم تحل ولم يتحسن الطفل بعض الأحيان يحتاج إلى تدخل جراحي. وأيضا الإسهال المزمن بسبب مرض، مثلا مرض التليف الكيسي اللي هو منقوله في الإنجليش سيستيك فايبروسيس،
بسبب نقص إنزيم معين يؤثر على امتصاص الدهون من الجسم. بالتالي الطفل عندما يشرب الحليب أو أي وجبة غذائية وخاصة إذا كان محتواها عالي من الدهون بيأثر على امتصاص هاي الدهون، بالتالي بيسبب له إسهال. ففي هاي الحالات توجب على الطبيب تحويل الطفل إلى أخصائي التغذية لإجراء اللازم والتقييم التغذوي وإجراء التدخل التغذوي المناسب لكل حالة على حدة. جميل. هسا نيجي نتكلم عن كيف الأهالي باخذ بدهم يعرفوا باخذ المختصر دكتورة، يعني لأن الوقت بدأ يداهمني، فسامحيني. ناخذ النصيحة اللي تبغين توجهينها. هلا النصيحة بشكل عام دائما يرجى من أي طبيب معالج عند زيارة الطفل للعيادة تشيك على الطول والوزن باستمرار. حتى الأهالي ممكن يعملوا هاي الحركة في البيت باستمرار، متابعة نمو الطفل. إذا لاحظوا إنه نمو الطفل ثابت أو ينمو الطفل بشكل بطيء مقارنة مع الأطفال اللي بعمره مع أقرانه، زيارة الطبيب وطلب تحويله إلى أخصائي التغذية لتقييم الوضع التغذوي للطفل. إذا كان يأخذ كفايته من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية أو لا، إذا كان لا يأخذ الكفاية تقوم أخصائية التغذية بوضع برنامج خطة تغذوية مناسبة تلبي باحتياجات الطفل، ودائما متابعة الطفل باستمرار وإعطائه المواد التغذوية ذات السعرات الحرارية ذات القيمة، وليس إعطائه فقط العصائر اللي فقط تعطيه سكريات بدون أي قيمة غذائية أو يعني فائدة تعود على الطفل. طيب، نحن كانت في عنا وايد أسئلة، بس سامحوني يا جماعة الخير، ما نطلع فاصل. شكرا لك أستاذة نادي حسني الغبيش، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا، فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بننتقل إلى بث حي ومباشر لأحد الفعاليات المهمة، الفعاليات الصحية المهمة على مستوى إمارة دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أقول مميزة، مميزة بكل معنى الكلمة، يعني حتى الإطلالة الجديدة مالتها مميزة. أنتم ملاحظين طبعا الفرق، إن شاء الله ملاحظين من غير ما أقولكم. شوفوا الفواصل الجميلة هذه، وأيضا حتى تيم البرنامج عندنا تغير كذلك. عموما مستمعينا الكرام، إمارة دبي حاليا تشهد يعني واحد من الأحداث المهمة جدا، وهذا الحدث ينطلق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي. تنطلق إن شاء الله في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي معروفة بالأيامرة، وهذا أيضا ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي 2018، طبعا بحضور أكثر من 700 من قادة وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء والمتخصصين والمتحدثين الدوليين الذين يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم. هذا الحدث حدث كبير جدا، ينطلق اليوم ويستمر حتى 9 أكتوبر الجاري تحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. قلنا الحدث الأكبر عالميا في شؤون التنظيم الصحي، يعقد لأول مرة مستمعين خارج نطاق أمريكا الشمالية واستراليا وقارة أوروبا. معاي عبر الهاتف في بث حي ومباشر من موقع المؤتمر الزميل يوسف سعد. يوسف صبحك الله بالخير. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين والمتابعين لبرنامج صحة وسعادة، وأهلا بكم. وكما ذكرت محمود، أنا متواجد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، بالتحديد في قاعة الشيخ المكتوم، حيث قبل قليل محمود افتتح معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للتنظيم الصحي. نعم. وكما ذكرت أيضا محمود أن المؤتمر
ارتفع عدد المشاركين فيه، اللي كان متوقع 700 ارتفع في الواقع في هذه اللحظة إلى أكثر من 1000 مشارك، ما شاء الله، من أكثر من 40 دولة على حسب التسجيلات التي تمت في صباح اليوم. هناك إقبال شديد محمود على المؤتمر من مختلف الدول، كما ذكرت أنت أكثر من 40 دولة. ربما محاور المؤتمر الرئيسية التي تدور جميعها حول تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية هي المحاور الرئيسية التي جذبت الكثير من العلماء والخبراء والكبار المسؤولين الصحيين في مختلف أنحاء العالم إلى هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تستضيفه دولة الإمارات في مدينة دبي، المدينة الأسرع نموا في العالم، مدينة القمم والمنتديات والمؤتمرات الدولية. محمود الآن محمود تجرى مراسم وقائع افتتاح هذا المؤتمر، هذا الحدث الكبير المهم الذي يمتد حتى يوم بعد غد الثلاثاء إن شاء الله. لهذا المؤتمر محمود صداه وإيجابياته ونتائجه التي يمكن أن نعرفها من الدكتور محمد الرضا. معي محمود الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في الصحة بدبي، للحديث عن أهمية هذا المؤتمر لتوجهات الهيئة تفضل. وإدارة المشاريع بشكل عام والتحول المهمة الذي تشهده هيئة الصحة بدبي. تفضل دكتور. مرحبا يوسف، صباح الخير. صباح الخير دكتور، خبرنا عن الأجواء عندكم وأهمية هذا المؤتمر على خارطة المؤتمرات العالمية التي تستضيفها هذه المدينة العالمية بكل معنى الكلمة، مدينة دبي. طبعا جدير بالذكر أن هاي أول مرة إمارة دبي ودولة الإمارات يحتضنون مثل هذا المؤتمر خارج أمريكا وأفريقيا، حتى الأول مرة أنه يدخل آسيا. فأهمية المؤتمر اليوم تأتي في تنظيم القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي. طبعا لا ننسى أن هيئة الصحة لها كذا شق، من أهمها تنظيم القطاع الخاص والحكومي وأيضا تقديم الخدمات اللي عن طريق مستشفياتنا الحكومية. ولكن اليوم إذا نتكلم عن قطاع التنظيم الصحي نشوف أنه أيضا له قفزات نوعية على المدى العشر سنوات اللي طافت، لكن التحديات اللي أمامنا المستقبلية تحديات ضخمة وكبيرة أبو يوسف، منها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبيانات الضخمة وإلى آخره، تتعقد الأمور أو تستوي على قولتهم متداخلة أكثر في القطاع الصحي وبالأخص قطاع التنظيم الصحي. فالاستعداد لهذه الأمور يأتي الآن، الاستعداد للتخصصات الطبية الجديدة اللي هي بتبتي بعد ما أنت تفتح البيانات الكبيرة. مثلا أتكلم عن تخصص اللي هو تخصصي أنا شخصيا اللي هو المعلوماتية الصحية، يجب تنظيمه أيضا ويجب تشريعه ويجب أن نقول من الأطباء اللي بالفعل ممكن يكونوا مرخصين في هذا التخصص. هذا مثال بسيط، ويمكن التخصصات الجديدة اللي جاية أيضا معقدة أكثر ومتداخلة أكثر. إذا تكلمنا على صعيد المنشآت الطبية، اليوم احنا نشوف ان في مستشفيات يمكن خارجة عن المألوف، مستشفيات اليوم الواحد او العيادات التخصصية، وباشر بتينا اشياء ايدت وعلاج من البيت ان شاء الله. والله حتى العلاج بالموبايل اليوم انا اشوفه شيء مش بعيد، والعلاج داخل السيارة ايضا، لان كثير من السيارات يتكلمون عنها بتكون اوتونومس او بدون سائق. فهل ممكن أن هذه السيارات تحول إلى عيادات؟ تنظيمها كيف؟ تنظيمها يبتدي من اليوم وترخيصها يبتدي من اليوم. إذا نحن ما كنا سباقين بالفكر ما بنعرف باكر كيف ننظم هذه الأمور اللي هي مثل ما يقولون المستخدم يتطلبها، القطاع يتطلبها. اليوم كثير من الناس أو كثير من المرضى يقول لك أنا لا، وفر لي الخدمة في البيت مثل ما تفضلت يوسف. صحيح، عن طريق العلاج عن بعد مثلا، ولا او التطبيب عن بعد. فترخيص التطبيب عن بعد الحمد لله بدأنا في هيئة الصحة من 3 سنوات. صح، بلشنا فيه في عدد من المستشفيات والعيادات المتخصصة كذلك دكتور. صحيح. هني صحيح. دكتور انا ابغى اتكلم عن دور القطاع الصحي الخاص
في يعني تعزيز القطاع أو الخدمات الرعاية الصحية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام؟ القطاع الصحي الخاص كان شريك في مسيرة الصحة في دبي من اليوم الأول. يعني بنذكر كثير من المستشفيات القديمة اللي كثير منها يمكن تعالج فيها القطاع الخاص، كانت شريك صراحة معانا في نسيج استراتيجية صحة دبي 2021 والاستراتيجيات اللي قبلها. أعتقد في 2008 أو 2009 لما أعلن سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله عن خطة دبي 2015، قال تحديدا عن القطاع الخاص، قال اليوم نحن في حكومة دبي نوفر 70% من الخدمات. أنا أبغي باكر القطاع الخاص هو اللي يوفر 70% من الخدمات. صحيح. وبالفعل اليوم إذا أشوف تحليل البيانات بنشوف أنه بالفعل القطاع الخاص اليوم في 2018 يقدم 70% إذا ما كان أكثر صح من الخدمات الطبية. وهذا كله يا عن طريق دراسات وتحليلات، لأن القطاع الخاص أيضا يدعم الاقتصاد، والقطاع الخاص أيضا له أهميته في تطوير الخدمات. نعم. والقطاع الخاص اليوم أحد المتطلبات اللي الشخص يبغيها، المريض يبغيها. جميل. فالشراكة المتواجدة اليوم بيننا وبين القطاع الخاص هي، أنا ما حتى يمكن من الغلط أني أقول عنهم قطاع خاص، هم قطاع صحي ومؤسس معانا في تقديم خدمات صحة دبي، وبإذن الله مؤسس معانا في تقديم مستقبل الخدمات الصحية لإمارة دبي. نعم دكتور، أنا شاكر لك يعني هذه المداخلة، وأدري أنك تبغي تلحق الحفل، حفل الافتتاح، ولكن برجع للزميل يوسف إن شاء الله. جزاك الله خير دكتور محمد الرضا. أهلين محمود. أهلين معك محمود. يوسف خليك معايا بس، أنا بطلع فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل برجع بستكمل معاك يعني هذه التغطية، وبتحدث حقيقة عن يعني مسألة القطاع الخاص في إمارة دبي أو مزودي الصحة في إمارة دبي من القطاع الخاص، يعني حالة جميلة وفريدة من نوعها. ما نتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل، ابقوا معنا. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. نور دبي، صوتك عبر الأثير. صوتك عبر الأثير. الأسرة أساس المجتمع، تسمو بانسجام عناصرها وتقوى بإيجابية أفرادها. أم تعطي وتضحي، وطفل ينتظر المستقبل، والأمل معقود على نقاء الصورة. روح وريحان مع الدكتورة منى البحر، كل جمعة الثامنة مساء عبر إذاعة نور دبي. راشد وين بتصير؟ بصير يوم المستشفى. ليش تصير المستشفى؟ تقدر تصير المركز الصحي، ترى أقرب لك ويوفر لك وقتك، ويقدم خدمات صحة الأطفال وطب الأسرة والسكري وايد من الخدمات الصحية الثانية، والمستشفى تقدر تخليه للحالات الطارئة. مشكورة يا لطيفة، الحين بصير مركز صحي. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن مستمعين، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة بدبي، انطلقت صباح اليوم الأحد بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي أيامرا، ضمن أعمال مؤتمر دبي للتنظيم الصحي 2018 بحضور أكثر من 700
والله وصلوا 1000، قال لي زميل يوسف سعد، يعني من خلال التسجيل من قادة وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والعلماء والأطباء والمتحدثين الدوليين اللي يمثلون أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم. ما زلنا مع الزميل يوسف سعد، موجود معنا عبر نقل حي ومباشر من قلب فعاليات هذا المؤتمر العالمي. يوسف، نعود إليك. محمود، قبل قليل افتتح معالي أحمد الصامي مدير عام لهيئة الصحة بدبي أعمال المؤتمر الذي ينطلق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي. معالي القطامي محمود قال في بداية كلمتي أن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي الكبير يعكس قدرات الدولة وتفوق دبي في تنظيم القمم والمؤتمرات والمنتديات العالمية، ويؤكد في الوقت نفسه أن الإمارات بوجه عام ودبي على وجه التحديد أصبحت المنصة المفضلة لدى الساسة والعلماء والخبراء لمناقشة القضايا العالمية والمتخصصة وبحث مستجدها. معاليه أيضا أكد على أن دولة الإمارات دائما تتظل هي الدولة السباقة، وهي نموذج الدولة العصرية المزدهرة، وهي رمز التعايش لجميع الجنسيات والثقافات والأعراق ممن تحتضنهم في نسيج واحد فريد من نوعه. معالي قصد من هذه العبارة كما أشرت محمود أن هناك كبار المسؤولين في المؤسسات الصحية العالمية من أكثر من 40 دولة. معالي أراد أن يشير إلى ما تتسم به الدولة وما يتميز به المجتمع الإماراتي من وما يحيط به من الأمن والسلم والعيش الرغد والرفاهية التي تحظى بها الدولة خلافا عن كثير من الدول. صحيح. بالنسبة للذي طرحته محمود قبل الفاصل بخصوص القطاع الصحي الخاص، أيضا أشار أن دبي تدخر جميع الإمكانيات من خلال هذه الصحة لصناعة أو بناء أو الوصول إلى نموذج صحي من الطراز الأول، مستفيدة في ذلك من البيئة المثالية للاستثمار وسلة الحوافز والتسهيلات التي توفرها دبي وحزمة التشريعات الداعمة التي تكفل النمو المطرد الذي يشهده القطاع الصحي الخاص يوما بعد يوم. جميل. يوسف أيضا بقطع كلامك بالخير، لأن أنا هني أبغي أتطرق لمسألة، لأن يعني القطاع الصحي إذا ما كان فيه تنظيم صحي قوي إنزين قادر على أن يوفر كل المقومات لنجاح هذا القطاع، وهذا موضوع ترى وايد مهم أن المستمعين يعرفون أن هنالك يعني في إدارة خاصة بعمليات التنظيم الصحي في إمارة دبي تمشي على نمطين. نمط الأساسي هو في دعم الاستثمار في هذا القطاع واستقطاب كبريات العيادات والشركات والأطباء في العالم، أيضا الحفاظ على صحة الفرد في هذا في إمارة دبي، وما يكون هنالك استغلال تجاري. ممكن نشوف نحن هنالك في بعض الدول هناك بعض يعني هذا القطاع يستغلونه تجاريا، فالاستغلال التجاري من خلال الترويج الخاطئ ومن خلال يعني عدم اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة ممكن تساهم بشكل كبير يوسف في يعني التأثير بشكل سلبي على صحة الإنسان. فهناك قوانين وتشريعات قوية وحازمة في هذا المجال، مع ذلك هناك يعني تسهيلات كبيرة لاستقطاب كبريات الشركات وكبريات الأسماء العالمية من مزودي الرعاية الصحية حول العالم، استقطابهم في إمارة دبي. والحمد لله نحن وصلنا يعني أو قطعنا شوط كبير في هذا المجال. تفضل يوسف. نعم، كما ذكرت محمود، نعم هذا الكلام صحيح، وربما الكل يعرف أن عندما بدأت وشرعت هيئة الصحة في دبي لإعداد استراتيجيتها 2016-2021 كانت في بداية، وكان هذا بداية تحول مهم أيضا لتعزيز شراكة ودور القطاع الصحي الخاص في أعمال التطوير المستقبلية التي تقوم بها الهيئة. الهيئة من خلال هذه الشراكة
أو تقديمها لنموذج شراكة مميز بين القطاع الصحي الحكومي وبين القطاع الصحي الخاص، نجحت في تحقيق هذا التوازن، نجحت في حفظ المؤسسات الصحية العالمية والمستشفيات متعددة الجنسيات والمراكز الطبية المرموقة والعيادات المتواجدة في دبي، والتي اختارت عن قناعة وأدركت أن مستقبلها في الاستثمار الصحي في دبي. صحيح. حققت الهيئة هذا التوازن بتوفير تسهيلات، توفير حزمة من التسهيلات الاستثمارية المحفزات التي تتناسب والمناخ الاستثماري الذي تتميز به دولة الإمارات ودبي. المعادلة كانت محمود هي أن توفير هذه الحزمة لخدمة المجتمع، للوصول إلى خدمة طبية عالية الجودة وخدمة وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية بين المنشآت الصحية الحكومية والمنشآت الصحية الخاصة لصالح المتعامل، لصالح المريض، لصالح الباحثين عن الصحة والسعادة من خارج دولة الإمارات. نعم. الذين يرون أن دبي وجهتهم المميزة أو الأولى أو المفضلة. صحيح. لتحقيق السياحة أو رحلة صحية سعيدة. طيب، هذا الكلام اللي نحن تكلمنا فيه يوسف هو يعني لب هذا التجمع العالمي، وأيضا الشغلة الرئيسية من وراء مؤتمر دبي للتنظيم الصحي 2018. هني هذه المحاور اللي يطرحها أو تطرحها الهيئة من خلال هذا المؤتمر، خلنا نذكر المستمعين بالمحاور اللي تطرح من خلال هذا المؤتمر. المحاور وحتى شعار المؤتمر محمود الذي ذكرته في البداية كلها مستوحاة من الأجواء العامة وتوجهات الدولة، من الأجواء العامة لمدينة دبي موطن الإبداع دارت جميع المحاور على مسألة الإبداع. هناك أربع محاور رئيسة، وهي نماذج التنظيم المبتكرة والممارسات الآمنة والجودة والكوادر المهنية الصحية والتعليم الطبي. هذه المحاور محمود تم اختيارها بعناية من قبل لجان علمية ومتخصصة في هذا المجال لتوجه دفة المنتدى لتقديم أو من هنا من دبي ومن دولة الإمارات إلى بلورة صورة أو نموذج حي ما يجب أن يكون عليه نموذج الشراكة، ما يجب عليه أن تكون المؤسسة الصحية، ما يجب أن تكون عليه في المستقبل وفي القريب العاجل، أيضا أن تكون نماذج تنظيمية صحية قائمة على وسائل مبتكرة، قائمة على يقوم عليها نخب من طبية مبتكرة، تقوم على الأمان، تقوم على الجودة، تقوم على كوادر مهنية فائقة المستوى، على التعليم الطبي، وهذا شيء وهذا جزء ومحور مهم جدا محمود في مسألة التعليم الطبي، لأن هدف من أهداف هذا المؤتمر وكل المؤتمرات التي تنظمها هيئة الصحة دبي هو تبادل التجارب الناجحة العالمية، تبادل الأفكار، نقل المعرفة، مناقشة جميع المستجدات العالمية، لأن دبي حاضرة بقوة في المستقبل الآن، يعني دبي تعيش المستقبل الآن وهي حاضرة بقوة فيه ولها بصمة، والمنشآت الصحية التابعة لحكومة دبي لها بصمتها ولها ريادتها العالمية من واقع الكم الكبير من الاعتمادات الدولية والاعترافات الدولية بمنشآت صحة دبي بجودتها بمستوياتها الطبية الرفيعة. هذه الحالة هي ما تركز عليها صحة دبي لتوصيل هذه الصورة إلى المستثمرين وإلى رؤوس الأموال الراغبة والباحثة عن مناخ استثماري صحيح. هي صحة دبي اليوم تقدم هذا النموذج، نموذج الشراكة المثالية بين الحكومة والخاص، بين نموذج الشراكة الذي تكفله الحكومة، تكفله التشريعات. يوسف، اي هنا ابغي اقرا هذه الرساله، سامحني. يقول: بكل صراحه، كوني من مواليد السنوات الاولى من الاتحاد دوله الامارات العربيه المتحده، كنت من الاشخاص المحظوظين الذين تلمسوا ذلك التغيير المهول للافضل بل للتميز في جميع المناحي وخصوصا الصحه. الى الامام اماراتي الحبيبه. انا واحد من هؤلاء الناس بعد يوسف، شهدت هذا التطور وقاعد يعني اعيش مثل ما ذكرت المستقبل.
قاعدين نشوف وين رايحين. إذن هي مسألة أن لما ينحط شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية ما نحط من فراغ، وإنما نحط نتيجة الممارسات اللي قاعدة تصير في عملية وضع استراتيجية واضحة لهيئة الصحة بدبي وانطلاقها نحو المستقبل. يعني حتى أنا أدري الدكتور مروان مشغول والإخوان كلهم مشغولين، أول يوم نسامحهم نحن، ولكن إن شاء الله منحاول باكر يكونون معانا من خلال العديد من الرسائل. ولكن كنت أتحدث معاه في وقت سابق كان يتكلم عن أن المؤتمر بيتحدث عن الكثير من المواضيع المتعلقة بالترخيص والتكنولوجيات الناشئة، بيتكلمون عن إمكانات البلوك تشين والتكنولوجيات الثانية في موضوع التنظيم الصحي. إذن يعني ما سوف يتم طرحه من خلال هذا المؤتمر هو محمود، أنا كنت حابب بس أنوه في الأخير لو أنا بختتم هذه التغطية معك الآن، أحب أنوه عن مجموعة الرعاة هذا الحدث الكبير. اتفضل. مجموعة الداعمين تتقدمهم طيران الإمارات، يعني إن سمحت لي مجموعة يستاهلون بالعكس، يعني هذه شركاء الصحية الخاصة، الشركاء الهيئة مثل المستشفى السعودي الألماني، مستشفى ديور، ومجموعة إستر دي إم، ومستشفى إن إم سي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بذلت مجهود كبير ودعم كبير للهيئة في هذا المؤتمر. صحيح. بعض الجهات التنظيمية الدولية مثل هيئة التعليم للخريجين الطبية الأجانب واتحاد المجالس الطبية الأمريكي والرابطة، وقبل ذلك الرابطة هيئات التنظيم الصحي العالمية. هؤلاء كل محمود حين أرادوا أو تقدموا لدعم هذا المؤتمر هو إيمانا منهم بنجاح المؤتمر، إيمانا منهم بأن وجود مثل هذه التظاهرة العلمية الطبية المميزة في دبي هو نجاح لهذه الظاهرة وهذا المؤتمر الكبير. يكفي أنه موجود في دبي، يكفي أن دولة الإمارات ممثلة في مدينة دبي نجحت في استضافة هذا الحدث الذي ذكرت أنت محمود من قبل أنه هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرق الأوسط، وهو الأول والغير مسبوق الذي يعقد خارج أمريكا الشمالية وأوروبا. جميل. كل التوفيق إن شاء الله لهذا الحدث الكبير. شكرا لك يا يوسف. إذن هذه كانت رسالة زميلنا يوسف سعد من موقع مؤتمر التنظيم الصحي 2018، وأيضا فعاليات المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي اللي تستضيف إمارة دبي للمرة الأولى خارج أمريكا وأوروبا، حدث عالمي يعقد الآن. ومثل ما ذكر يوسف يعني شفنا أسماء الداعمين لهذا المؤتمر، بتلاحظون يعني جهات حكومية وقطاع خاص وأيضا جهات عالمية، هذا تجسيد حي للمنظومة اللي تقوم عليها إمارة دبي، منظومة اقتصادية قوية، منظومة صحية رائدة وتستشف المستقبل أو تستشرف المستقبل. ف يعني الله يحفظنا ويحفظ قادتنا ويحفظ حكومتنا ويحفظكم كلكم من غير استثناء اللي تساهمون في بناء هذا الوطن، لأن طالما نحن نتحدث عن إنجازات عالمية فنحن نتحدث مستمعين الكرام عن سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، والسمعة اللي اللهم لك الحمد وصلنا لها عالميا على كافة الصعد. فكل الشكر لكل من يعمل بشكل كبير وبإخلاص لهذا الوطن، والله يدوم عليكم إن شاء الله الصحة والعافية. إذن مستمعينا، المؤتمر الدولي للتنظيم الصحي لهيئات التنظيم الصحي أيامرا يعقد في المركز التجاري
وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي. انطلقت الفعاليات اليوم يوم الأحد وبتستمر إن شاء الله إلين تاريخ الأحد الاثنين الثلاثة. انزين الفعاليات مستمرة إن شاء الله معاكم في هذا المؤتمر اللي نتمنى إن شاء الله أن يكون إضافة كبيرة. كنا متوقعين 700 مشارك ولكن اليوم يكلمني يوسف على 1000 مشارك، يعني ما شاء الله عدد كبير جدا. كل التوفيق لهم، ويعني أنا بسير لهم إن شاء الله عقب البرنامج نحضر هذه الفعاليات وهذه الورش اللي ما تتفوت. جزاكم الله خير كل اللي أرسلوا لنا رسائل حب وتفاعل جميل منكم. نلقاكم إن شاء الله في الغد مع المزيد من المواضيع. حتى ذلك الوقت نقول لكم مستمعين ما شكرتكم، سوري سامحني. شكرا لك ناصر، أدري تبغي تختم، ناصر السليمي، وفي التنسيق أحمد سلامة. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، كان إعداد الحلقة اليوم من الأخ حسن البلاونة. نلقاكم في الغد إن شاء الله، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.